كتبغيو نتوما الفنانين الانتقادات ولا ما كيعجبوكمش؟ كيف كيقولوا الفنانه كلهم، كاين انتقادات اللي هي هادفه كتستافد منها وكتنتابه، كتقول مادام هاد الانسان شاف هاد العويجاج ولا شاف هاد. انا قلت واحد لا ريبليك مثلا وانا ما كنقصدش بها شي حاجه، كنقصد بها شيء اخر، ولكن ما توصلتش انني نوصل داكشي اللي بغيت نقول بها. الناس فهموا شيء اخر، تاويلات ديال الناس كنحاول نتجنبها. اذا جات شي انتقاد وحسيت بان الناس فهموها غلط كنحاول نتجنبها. فكاين انتقاد اللي تيخليك تصلح وتزيد القدام، وكاين انتقاد اللي تيكون شويه غير تعسفي، غير السب اللي تسب. ما نكذبش عليك، الحمد لله ونشكره، ما عمر شي واحد قال لي، او تنقول لك الصراحه في لا كارير ديالي كلها ما عمرني سمعت شي شتم ولا شي قذف ولا شي انتقاد اللي مس بيا شخصيا ولا غير اللي كان نفسيا. السب للسب ما عمر شي واحد ما نطيح الباطل على حتى شي مغربي او مغربيه، بالعكس خصني نكون فرحانه، لان دائما حتى ملي تيكون انتقاد هادف تيعطيوه الناس بكريتيك بروفيسيونيل، يعني كتكون فرحان به. الحمد لله ونشكر، باقي ما عمر شي واحد لقاني في الزنقه قال لي شي كلمه ناقصه ولا قال لي. فإلا قلت لك هذا الشيء غادي نكون غير جحفت في حق الجمهور. اذا اعجبك الفيديو لا تنسى الاعجاب والاشتراك بقناه شادة تي في مع تفعيل الجرس ليصلك كل ما هو جديد. مع شادة تحلى المشاهده. شادة اول قناه فنيه بالمغرب.